بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بجميع من يستمع إلى هذا الشرح وسيكون هناك كورس على التليجرام تابع لمجلة جاك في ام، وهذا الكورس مدته 5 أسابيع و5 ساعات في الأسبوع، أي مجموع الساعات 25 ساعة. طبعا الكورس هذا هام جدا لكل من يريد أن يسجل فكرة يأخذ عليها ابتكار أو يتعلم كيف تسجل الفكرة لكي تكون ابتكار، يعني مثل براءة الاختراع. طبعا أثناء 5 أسابيع تمكن من عمل الكتاب اللي يعتمد على واوي كما نشاهد أمامنا. هنا 4 صفحات، فخلال ال4 صفحات هذه 4 أسابيع. فأنا ذكرت هنا أمامكم وات، فواوي فيها وات وفيها الأي أكشن، يعني الدبليو من وات والأي أكشن، والدبليو الثانية السؤال اللي هو واي. يعني لماذا؟ والاي اي طبعا هو مشروع بالعربي الان امامنا. الاي اي هي تخص تصنيف الابتكار اين يقع. طبعا التصنيفات عندنا 5، طبعا ابتكار هو منتج، فكأن هذا الكورس بيعرفنا عن تصميم المنتج. فهناك 5 تصنيفات، إما أن يكون المنتج في مجال الزراعة اللي هو أجريكلتشر، أو في مجال التعمير اللي هو كونستراكشن، أو في مجال الاندستري. يصير عندنا A C I. بعدين في أو مجال الاندستري اللي هي الصناعة، أو في مجال النقل اللي هو ترانسبورتيشن، ويدخل تحت النقل كل تقنية، يعني حتى التليكومنيكيشن، يعني نقل سواء أشياء أو نقل صوت أو نقل. طبعا نحن نقتصر على نقل الصوت، يعني مجلة جاد أو الكورس هذا خاص لنقل الصوت،
يعني مثلا هناك تعليم، الترفيه، طبعا يكون حاجة يعني أي ابتكار في تعليمات أو حكمة في الكورس طبعا نمر عليها، إن الفكرة نفسها أو المنتج نفسه تتبع فيه طريقة don't do what others do، لا تسوي حاجة يعني لا تخترع حاجة، لا تبتكر حاجة الآخرين عملوها. بمعنى لو أنت مثلا تبي تفتح مطعم، هذا مو ابتكار، حتى لو كان زي ماكدونالدز مثلا، يعني الطريقة طريقة زي ما تقول صناعة، اللي هي يحقق السرعة ويحقق كذا، لأنه خلاص سبقك بها عكاشة. خاصة الآن قد يكون الرجوع للقديم، يعني المطاعم يجي واحد يسوي مطعم ما سبق إليه، يعني مثلا من النت أو من التلفون يتصل بك ويقول لك حضر الأشياء وكذا، يعني طبق معين مثلا ولا شيء، بس يكون آلي، لأنه لو اتصل بك 50,000 فالآلي هنا عندنا التليكومنيكيشن اللي هو ممكن عن طريق التليجرام أو عن طريق كذا. طبعا يدخل في هذه الأشياء مثلا القراءة، التلاوة اللي هي تسكن النفس، العلاج بالقراءة والتلاوة، التنويم المغناطيسي، أشياء كثيرة، اليوغا، يعني يوغا بالكلام، ريلاكس كذا، اعمل كذا اعمل كذا، يعني ممكن يكونوا في بث مباشر 200 أو 2000 شخص يتم علاجهم باليوغا. طبعا في أشياء جديدة، يعني منها إنه هل ممكن باليوغا عالج المريض النفساني بالقراءة عن بعد، المريض النفساني أو يعني حاجات زي كده، أشياء الجن، أشياء الفن، أشياء الشعر، أشياء كذا، الغناء، أمور الجن، نتعلم كيف نسمع الجن مثلا، أو يدخل الجن في التعليم معانا. طبعا هي فكرة، عندنا أكشن اللي هي بداية، يعني عندنا واوي الأي أكشن اللي هي الشروع والكيك ستارت، يعني نبدأ. المهم الكورس ده يستطيع الواحد انه يخرج فنان جديد مثلا، سواء في مجال الرسم او الديكور او السكتشز، يخرج مطرب جديد بالشيء اللي مثلا فات، يعني مثلا زي فن أم كلثوم وفريد الأطرش، والتمثيل كمان مثلا تمثيل عادل خيري، تمثيل مثلا يوسف وهبي، إسماعيل ياسين، عمر الشريف، أشياء كانت هي أسست الفن، يعني
معظم اللي راحوا أسسوا الفن زيهم كرتوم يعني. إلى الآن كل المطربين إذا ما قلدوا كرتوم معناته ما هو مستعد يعني، عشان أنا معيار عشان نحدد الأداء فيكون أغنى من أغاني أم كلثوم. فعندنا طبعا معيار لفريد الأطرش، معيار لي. طبعا نحن في الكورس بنعطي أشياء مجربة يعني، يعني بنساعد. وطبعا هنا كونا كلمة أسد اللي هي ACIT. فنلاحظ عندنا احنا كمان التي يمكن اثنين تي اللي هي ترانسبوتيشن وتليكوميونيكيشن، يعني كل الابتكارات تبدا بالاب، تسوي اب يعني عن بعد تطبيق. فتبدا انت من الآخر من التيلة الأولانية اللي هي تيليكوميونيكيشن، بعدين تمشي على الترانسبوتيشن، بعدين تمشي على الاندستري، بعدين تمشي على الكونستراكشن. يعني مثلا انت بتسوي سينما درايفين يبقى لها كونستراكشن، تبدأ أول بالتيليكوميونيكيشن اللي هي الاتصالات. عندنا اتصالات، بعدين نقل اللي هي المواصلات. طبعا النقل في مجالات كثيرة، في نقل الناس، في نقل الأموال، في نقل متعددة جدا، في نقل الكونستراكشن نفسه، نقل الزراعة، نقل النقل يعني في سيارات تشيل سيارات أو طيارات تشيل عربيات، سيارات طيارات نقل يعني دبابة تكون في طيارة أو تريلا أو في باخرة. طبعا مجلة قاد هي مجلة صوتية، يعني مثلا هذه المقدمة. فمجلة قاد على التليجرام يعني ما في شيء مكتوب، هي كلها زي الأمام الصفحة دي يعني زي المحاضرات أو ديسكشن زي وركشوب. طبعا ميزة اللي يشترك يعني ممكن إنه بيسمع 2000 لكن المشتركين 200، ولا إنه يكون هو يحضر الأسبوع الخامس للتقييم. يعني ممكن حتى يتابع 4 أسابيع مجانا واحد، بس ما يقدر يحضر للتقييم لأنه ما شارك، يعني ما يسمح لواحد يشارك إلا يشترك، واحتمال إنه المبلغ بسيط جدا يكون $60. وسعر الدولار ثابت يعني يكون 20 جنيه مثلا، يعني ما يتغير مع السوق، ويكون بالريال مثلا مبلغ معين برضو ثابت يعني بالدولار وبالريال، يعني ممكن 400 ريال. طبعا احنا عارفين $60 في السوق السوداء، وطبعا حيحول ضروري نستخدم العملتين هذه الذهب والفضة، واللي هو نستخدم الجولد ريشيو وكذا، هذا ضروري لنجاح أي مشروع بعد الكورونا. كورونا تجب ما قبلها، يعني الناس الآن عملة رقمية كله فاشل وكله يخوف، تذبذب في السوق عالي، لكن الذهب مع الفضة يعني إذا اشتريت مثلا قارنا مثلا سبيكة ذهب أو سبيكة فضة مثلا خلينا نقول 8 جرام
سواء هي سبيكة سواء هي ذهب خالص، يعني ما في أشياء معلقة، ما في فصوص ولا شيء، يعني زي البناجر والغوايش أو الريالات الفضة. الريالات الفضة في مصر، يعني أنا أذكر إنه قيمتها 15 دولار، ف60 يعني 4 ريال فضة من مصر، هذه 60 دولار. لقيتها أرخص، لقيتها أعلى، فنتعامل بهذه المبالغ لما تحضر التقييم. يعني عشان الأسبوع الخامس لازم يندفع المبلغ ده، ممكن يطلب بعد تاني أسبوع، يعني أول أسبوع تجربة، تاني أسبوع، وإلا يعني ممكن نسجل واحد وبعد أسبوع لازم يدبر المبلغ. طبعا لو كان هو برا مصر وكانت 4 ريالات فضة مصرية، لو كان من السعودية تكون 6 ريالات فضة سعودي، لأنه ما في ريال فضة مصري وسعودي، ما في الدول التانية. وخلاص يعني نحن بنقارنهم ببعض بالوزن وكذا، يعني قد يكون في الوزن المصري أقل من السعودي لكنه ممكن يكون أغلى. فنحن قررنا 4 ريالات مصري أو 6 ريالات سعودي، يعني نقبل أي شيء. الشخص هو يشوف أي ترخص. ليه؟ لأن العملة دي برضو مهمة جدا للناس حتى لا يفشل المشروع، وإنه المشروع نفسه يتعامل بنفس الطريقة اللي نحن نتعامل فيها، الكورس بيتعامل فيها. وهذا الكورس يعني ممكن يخرج ملحن، فنان، كاتب. البدايات لازم تكون كده، يعني اللي ما يقدر يكون كاتب ولا يقدر يكون ملحن، ما يقدر يكون مثلا ممثل. طبعا المتوقع والنصيحة انه لا يحاول يبتكر في اي مجال، لا في الصناعة ولا الزراعة. يعني اول سلم، اول درجة، أنا ما أحب كلمة أول، ثاني درجة، لأن يعني الأول تجربة ما تحسن. ثاني درجة في السلم هي أنك تكون مبدع، إما في الموسيقى، إما في الكتابة، إما في الخطابة اللي هي التمثيل، تمثيل بالصوت مو بالحركة، تمثل دور بطل زي مثلا في مسرحية موجودة مثلا، يعني تأخذ كلام مثلا زي يوسف عليه السلام في القرآن، هو البطل، يعني أكثر الكلام أكثر الدور. اللي هو أكثر شيء في النص، أكثر ما يقوله. وهناك ممثلين كثير موجودين لكن ما شقوا الطريق، ومثلوا بعضهم ملحن 10 الألحان وكتبوا 10 الكتابات. طبعا نحن بنقول إنه تغير الوضع حتى بخصوص الأجر، يعني تقبل أجر إيش؟ هيكون دخول الذهب والفضة والمعيار بين الذهب والفضة عشان الادخار، وعشان الادخار للمشروع، لأنه أي مشروع يحتاج ادخار. يعني أنت تكسب تأخذ الربع وتخلي 3/4 لنمو المشروع. طبعا في المجلة نحن عندنا نرحب اللي يأخذ الكورس، يكون ندعمه، المجلة تدعمه في طريقه، كيف يصير فنان مشهور، كيف يصير كذا.
بعدين يعني الخطوة هي دي، يعني لو جلس عليها أوكي أو حيبتكر، يعني الفنانين هم اللي ابتكروا، ومفهوم الفنان في الرسم، في التشكيلي، يعمل مجسم، يعمل مسرح، يعمل حاجات، يمثل، يغني، إلى أن يصبح هو يعطي دورة مهمة جدا سميناها تويك، اللي هي تيتش وات آي نو، برضو حيكون في 25 ساعة كلام عن هذه الدورة. يعني أنت الإنسان يقدر ممكن يكون عمره 9 سنين يصير مدرس في شيء معين، مثلا مدرس في الصبر، في كذا، في شيء معين، في تفكيره. طبعا اللغة الإنجليزية مهمة جدا، والطريقة اللي بنحطها أمامكم هنا الآن سواء للعربي أو الإنجليزي تسهل القراءة، يعني بدل ما أقرأ، يعني هنا ممكن الكتاب حق الدورة هذا يعني صفحات 200 صفحة أو أكثر، كل صفحة شوف عدد الكلمات، فهنا مثلا السطر تقرأ من فوق لتحت كلمة 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 حبة حبة، حتى الأغنية حتى كذا تحفظها. يعني تخيل هنا لو في أغنية كاملة أو قصيدة تغنى في صفحة أو صفحتين تحفظها، فهنا هذه 4 صفحات، وهنا تكرر 1 2 3 أعمدة في كل عمود كلمة، فهنا 3 أعمدة في 4 ب 12، يعني كأنه 12 سطر. طبعا انت لو ما مش عايز الانجليزي يصير عندك 6 في 24 تعبي، هذا يعتبر نموذج. ممكن تلغي الانجليزي وتعبي، ممكن الكلمات العربية تخليها بحرف انجليزية، وهذا افضل طبعا عشان يسعفك، يعني التنوين كله هذا يديك نونية بس تنتهي بتنوين مهما كان الحرف، مثلا يسرا، عسرا، بردا، صيفا، أي كلمة تحطها في آخر البيت وتصير قافية النون وتغنى كمان، تقدر تحط كل عمود ينتهي بالنون، العمود الأول والعمود الثاني، البيت الأول والبيت الثاني، شطر وشطر كله ينتهي بالنون تقدر. فهنا إبداع سهل وشعر سهل للغناء ويلحن وكذا، تقدر بيتين بالنون وبعدين تغير وبعدين، فمو مهم القافية، مثلا الرباعية بيت ينتهي بالنون وبيت ما ينتهي بالنون، ينتهي بأي حرف مش بالهمز والهاء، فهذا يساعد. بس لما يكون مكتوب كلمة كلمة، لأنه يساعد الشخص يحفظ ويغني. طبعا نحن نعتبر ناشر، يعني هذا الكورس اللي تقدمه على أساس ننشر ديوان شعر أو ننشر أشياء كثيرة، ديوان الحان مرتبط طبعا بأشعار من فلكلور من قديمة، يعني مثلا من أشعار ألف ليلة وليلة، من أشعار غزل المخزومي عمر بن أبي ربيعة. طبعا دائما نبحث عن أساس الغناء بدأ من فين، طبعا بدأ من مكة الغناء، لأنه في الجاهلية وبعد الجاهلية كله في مكة. إن
شكرا.